وقلا شويه منطيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني المتتبعين الكرام، ما زلت نتواجدوا في الاعماق ديال المغرب العميق. حاله انسانيه البارح اللي تفاعلت معها اكثر من 150 الف مغربي، تحيه لهم من داخل المغرب وخارجه. كانت تواجدوا على بعد كيلومترات من المنطقه او المكان اللي دار ضجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي العالميه، على بعد 3 كيلومتر من الدار ديال محمد مول الخبزه. هاد اللوجيست اللي دار، ولا هاد الله اكبر، هاد الطريقه اللي دار السيد اللي دار السي محمد مول الخبزه، هي لقيناها هي من الاعراف ديال المنطقه كاملهم، ولكن كاينه معاناه. البارح اخي المتتبع الكريم شنا ثلاثه ديال الخواتات، ثلاثه الخواتات اللي ساكن في هذا الخلا، والبرد شوف كيولينا بالبرد لان المنطقه بارده بزاف. ثلاثه الخوات ديال الخواتات معاقات بثلاثه ايه في الجمال، عايشين مور هاد الجبال. ولكن اللي عجبني فيهم واللي الكامل، وانا كنحلم بهذاك البرنامج لي كوشمار، لان شفت شي حوايج اللي بقاو فيا وغادي يبقاو في اي واحد. اخي المتتبع الكريم ارتعينا اننا اليوم غادي نحاولوا نمشيو ندير لهم واحد المفاجاه. تابعونا، غادي نمشيو عندهم بلا ما نعلموهم، وغادي نعيشوا معاهم اربع ساعه، وغادي نعطيهم كادو ولا ندير لهم مسابقه، ونحاول نحيد لهم مساكن دوك الكابه، لان البارح تفاعلوا مع لي كومونتير ديالكم بزاف. يلا نمشيو. اذا اخي المتتبع، للتذكير ان قناه شوف تيفي البارح كانت دارت واحد البرنامج من هنايا من المغرب العميق ديال ثلاثه ديال البنات، لانهم تصابوا باعاقه، ونظرا لان الدخل ديالهم محدود ولا شي مره ما كاينش كاع، ما عرفوش حتى اش من مرض فيهم، وما مشاوش لا للسبيطار لا لتا بلاصه، بقاو مساكن من مور هاد الجبال. الاولى خلقات مزيان حيت ولات 9 شهور ولا تيبان فيها العيب، ومن تما مسكينه. الله يحفظك اخويا العزيز، راك يحفظ ربي. ناس طيبين، ناس كرماء، راه فوق السطح وتيقول عافاكم دخلوا تشربوا اتاي، شتيه غادي نحنا وتيعيط مسكين. شكرا، راك يحفظ ربي ومنو، شكرا راك يحفظ ربي ومعزن، شكرا تحجي راك يحفظ ربي. الله يحفظكم. ناس كرماء اخي المتتبع الكريم، كي كتشوف ناس بسطاء، ناس بغاو غير يعيشوا، بغاو حقهم في الحياه. لقينا هاد البنات مساكن من المعد الاولى اللي خلقها الله هي في الجمال، وصلت 9 شهور هي صافي وتصابت باعاقه، والاخرى حتى هي مسكينه عام بانت الاعاقه، ومن تما بقات الاعاقه. عرفتي كيدير اخواني؟ هانت هانت راه هنايا تحت الصفر، حتى ولاو معاقات بثلاثه. يلا نمشيو، طلعوا. حتى انهم ولاو معاقات بثلاثه، ولكن اليوم بيني وبينكم غندير لهم واحد المفاجاه، غادي ندير لهم شويه ديال المؤونه وواحد الكادو، ونحاول نفاجئهم. شكرا اخي المتتبع الكريم، وغادي نحاولوا نستمروا. ازلق ازلق، زيد زيد اخويا، زيد هو زيد زيد يي يي. الا ستنا هكا غادي نجيبو الله. سير اخويا نو، فين ساكنين؟ هنا قراب لنا مساكن. اذا غادي نحاولوا نشوفوا اخي المتتبع الكريم الاجواء اللي غادي نحاولوا نعيشوا مع هاد العائله، مع هاد البنيتات اللي الله عطاهم اعاقه بثلاثه، ثلاثه الخواتات، ولكن عرفتي كي عايشين الحمد لله، راضين بالمكتب وراضين بالله سبحانه وتعالى. غادي نمشيو هنايا ساكنين. كلاكسونيك ما في خبرهمش بين هنا جايين. لا لا لا، طاب الشيره مساكن غير الكريسه، اجي ندخل نشوف كي عايشه اسم مساكن هكا. اجي انت شد وهلال، خصنا مشايين بجيون، كلشي بخير. تهنا هادي خدي خالو، وهذا مين غير جواوال الليل كامل، وانا غير تنحلم بكم بلع البنات. تهنا اهلا يا هلا يا هلا بخير. تهنا مرحبا، والليل تنحلم بالليل، ها انتوما، ها احنا مشينا، ها احنا بخير. السلام عليكم يا دين عباس، بخير هادي؟ لاباس الحمد لله. كلشي بخير؟ 10 يا تخجيت ديه. ايوا 10 للمدينه هي الخمسه. 10 انا نايه النار دي جبعيط. هاد الغرده اجي هنا كاع، جيبها وسد، جيبها خويا حميد، جيبها دوك.
عدو دخل داخل ربيني مالكي ماك جران خليها تقول لي بغات انا لا عندك عندك اجي نشوف عاود ثاني تفركيسة اجي اجي لنا اجي 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 داك عاود دخلي فيا داك دخلي فيا صافا بخير سلام عليكم نايزين اي ناس لا خليهم تما بلاتي ايوا عرفتي دابا اليوم هاك بسم الله اول كادو هو ديالنا بعدا حنا الوالا هاك لا صافا عطيهم واني هذا بلاتي هذا هو اللي فيه المسابقه دابا هي الفضيحه كيفاش باش تغلبك هي ها هي ثلاثه الاسئله وغادي تغلبك ها ريت صافتنا فخش فختي اليوم افينك شكون اللي مازال سميتها 10 سعديه سعديه راه كنا كنتغداو السكر بعدا جابو خوك حميد فين يا دابا علاش جبت السكر واتاي على غدا يدك حيت ما تشربيش اتاي لا انا كنشربو عادي يا زقلتها زقلتها لا انا كنشربو انا ايوا لا شي امانه راه جبناها هي ديالتكم هذه خاصه ديالنا ملي انا البارح بيني وبينك والله على الليله اللي بديت نعاود هكا وتنقدر لي كومونتير قريت لي كومونتير البارح قريت شويه شويه ما خرج لي غير 400 وشي حاجه علاش ما عرفتش ايه انت داك فيسبوك الاخر تنتمنى خوتي الله يعطيكم الصراحه الرقم كاين ان شي واحد يتطوع وتحاول يدير لابونمون باش ان الناس كاينوا الويفي في الدار فهمتي مالك صباح طلع لك الدمار الصباح ها مالك صباح طلع لك الدمار الصباح لا كاع سعدية مانيت سعدية هاتي الخدير فين هي يلا اختي نو بغيت نتصافط معاك هكا ميكرو تصافط مع خوتك المغاربه وراه ان الحمد لله اللي في فاتوا 150 الف تنتمنى تكون فيهم الرحمه ويعاونك في القناه ديالك يلا شوف خوتك المغاربه اش بغيت تقول لهم يلا السلام عليكم عاوتاني نقولوها نقول لهم انا جيت انا جيت المهم كنتمنى من الاخوان ديالنا المغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن يدعمونا في القناه ديالنا باش تطلع القناه ديالنا باش ما نبقاوش حيت كما كتعرفوا راه الدنيا صعيبه والوقت صعيبه وكنتمنى حتى من المسؤولين والدوله تعطينا اجره شهريه ايوا هذا ما كان وما تنساوش الاخوان كما قلت لكم تعاونونا في القناه ديالنا باش نكبروها ان شاء الله سميت القناه ديالكم سميتها زينب وسعديه اوكسي زينب وسعديه اوكسي وريها لهم في التصويره في التليفون خليته في الدار جيبوا لي اخويا حميد تما تينو تينو يلا ندخلوا ندخلوا الناس شو نمشيو نسلتو صافي خويا نديك الامانه دخلها صافي غير دير الميكرو ديالك وسير يلا انت مول البرنامج واخا انت ما نبقيش مول البرنامج ياك شد دابا تهرب لا المهم المتتبعين ديالنا على القناه ديالي انا وخواتاتي كنتمنى تدعمونا باش لما لا نعيشوا بها ان شاء الله زيد اخويا زيد لينا زيدي واخا مرحبا يلا زيدوا مرحبا بكم لا 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 حاجه لا وحده اللي غادي نديرها هادي ونديروا عليها مسابقه شكون يديها فيكم ان شاء الله ان شاء الله دغو نجربوا خرجنا لنا شويه السيد الله جاوي يا الله ترجعوا لينا لا عاودي ما تعطينا اه هو جا هاك هاك انا نقسموا دابا ندوزوا هاد الاجواء عائليه مع خواتاتي ونمشي على الطريق ماني ماني دير الخيط يلا على لا اش بغيتي انت ما قولي لي سميتها بعد القناه جينا نعاودوها الدراري نتفاعلوا مع القناه الامنيه الوحيده شنو عندكم ايوا تفعل لنا القناه ديالنا باش نعاونوا بها رويوسنا ونعاونوا بها عائلتنا وكنتمنى حتى من الدوله واحد الالتفاته هي شي اجره شهريه وهذا ما كان انك تتمنى ان شاء الله يدير لكم واحد الاجره واحد راه كاينين دوك لي كارت ديال الانعاش كاين ظروف الشغل حتى دابا ما كتعرفوا حتى حرفه
ويا خويا حيت ما كايناش فين غادي، ما كاينش فين غادي تعلمي حتى حاجه. ما كاين دابا عندكم ما عرفتوش تعلموا حتى شي حاجه السونتر هنا شي جبل لا ما كاينش، ما كاينش داكشي، ما كاينش داكشي عندنا هنا في بعض المناطق. قولي لهم ديك القناه يلاه عطينو مازالت معنا الطريق. خوتي المغاربه الله يجازيكم بخير، ما تنساوش تدعمونا، وهاد القناه سميتها زينب والسعديه اوكسي، الله يكثر خيركم، مكتوبه بالعربيه، بارطاجيوها ودعمونا الله يكثر خيركم. اليوم لاله كاين واحد المبادره اللي راه زوينه، اليوم اجتمعنا مع السيد المسؤول ديال الدرك الملكي والسيد القايد، تيعادوك انهم غادي تدخلوا في الحاله ديالك انت ان شاء الله، واش الامنيه ديالك انت انك تدخلي بهذا الكرسي صح حتى لحدا الطبله ديالك حتى حدا السبوره ياك؟ الامنيه ديالي ندخل، الامنيه ديالي ندخل بالكروسه ديال الطو حتى تدخلي حتى القسم. وانا تشوفوا حتى كيديروا لكم دا طلعوا في دا ترونسبور ان شاء الله، نشوفوا كيما يديروا دي كان شي مور ترونسبور ولا شي حاجه، وبدا تعلقي كريستك ان شاء الله. ها ان شاء الله ان شاء الله صافي ان شاء الله. يلا تصافتي مع خوتك المغاربه تانتي قولي لهم يلا تتقصدر بالليل بالنهار تدرى غادي نيا ياك شمال اليوم بالنهار. لا ما عرفت شنو غنقول. قولي لهم بالسلامه، شنو بغيتي على القناه؟ شكرا على التفاعل ديالكم في القناه ديال اختي سعديه وزينب، وكنتمنى منكم تزيدوا تبارطاجيو، وشكرا على قناه شفتي بلي جات اللي زارتنا اللي زارتنا، وتبارك الله عليكم، تنتمنى مازال غادي نرجع شي نهار واخا الحشوميه. يلا تصافي معايا ومعاهم مازال تبعنا الطريق. اولا شكرا لكم قناه شوف تي في، شكرا لكم بزاف بزاف على هذه الزياره الزوينه، صراحه فرحتونا، شكرا لكم بزاف، الله يفرحكم والله ييسر لكم الامور ديالكم، شكرا لكم بزاف. وكما قالت زينب كنتمناو من الدوله تخرج لنا اجره شهريه باش نعيشوا بها ونعاونوا بها ريوسنا، وهذا الشيء هذا ما كان صافي. وسلام، نبداو المسابقة. يلا الدراري دابا غادي نحاولوا نديروا واحد المسابقة ثلاثة دخول. مشى مارشاري، غمز الفران، غمز الفران حدو. ها؟ حدو. كيفاش؟ حدو. شتك أنت عرفتي على دايما تدير هذا الهرف هذا، باش شتك أنت باش دابا عرفتي على الكادو مازال ما درنا المسابقة. فيها تغوفيل تدير. أنا اللي غناخذو. أنا اللي غناخذو أنا. أنت اللي غتاخذي إن شاء الله. الى كتب الى كتب شنو غنقول لهم؟ شنو ها ودي هذه القاريه راه واقيله يقول لا لا غادي نقلبوها في شي واحد ديال المقاري. لا لا صافي انا ما كنقراش ما كنعرف الواحد فهرفه انت على الكادو اللي شرف بلا ما دير المصطفقه راه هذوك. اذا بلا ما غادي نهرجوهم ان الكادو فيه بحال 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 ان غير رمزي. تبارك الله عليكم اخواتاتي، ما سخيتش بكم، دعيوا معنا حتى المتتبعين الكرام اننا باش نوصلوا بخير وعلى خير، والكادو راه بحال بس اخ ديك سميتها تيجيبوا من السوق تاكموش ولا سميتها تيكلب شلحه حيت يجيبوا شويه ديال دوش حيت يمشي الراجل للسوق شي يجيب لولادو تاكموش. انا كيجيب لي نصاك تنبغي. ايوا هصاك ايوا هصاك. الله يعطيكم الستار، الله يحفظكم، بالسلامه اخوتي المغاربه، تنتمناو نديرو يد في هاد واحد الرساله لخوتي المغاربه. خوتي المغاربه واخا كتشوفونا ضاحكين وناشطين، هاد الضحكه راه جات من عند الله، حيت النبي صلى الله عليه وسلم رغم المعاناه والفقر وكل شيء وديما ضحك، حيت الاغلبيه ديال الناس كيشوفنا تنضحكوا وفرحانات تيقول هادو ما خصهم والو، هادو كيضحكوا على ولاد الشعب ولا شي حاجه. لا حاشا ولله، الابتسامه كتجي من القلب الحمد لله، واخا المعاناه واخا عرفتوا كنت جينا نعاودوا المعاناه راه غير الليله وحده غتبكي با كاملين. تخيلوا دابا انا كنعس في الكوزينه، علاش كنعس في الكوزينه؟ حيت كنبغي نعاون امي باش نغير نوجد ليها الغداء، كنعس حدا البوطه باش غير نوجد لامي الغداء باش نعاونها بشي حاجه اللي في الاستضاعه ديالي. والانسان تيجي يقول لك اودي راه نتوما كضحكوا، الحمد لله الضحكه الابتسامه وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم. الابتسامه ماشي هي ما خصك والو،
شحال من واحد عنده بزاف ولكن ما عندوش الابتسامه. الابتسامه جات من عند الله وصدقه. ابتسموا في اخي، ابتسامه في اخي، في اخيك، في وجه اخيك صدقه. والناس يشوفونا دابا كنضحكوا تيتصحاب ليهم، واش زعما غير كنمثلوا ولا شي حاجه؟ وغير ليله وحده وكون حكيت لكم المعاناه ديال ليله وحده، يجيك البرد في نص في نصاص هاد الليل وما قديتيش حتى سميتو حتى تغطاي. كانت تغطى بكشه وحده حيت الصحه ما عنديش باش نتغطى بجوج ولا بثلاثه، وكنستعمل القرعه ديال الجافيل باش تسخن ليا البلاصه. بعد الخطرات كتكب ولا شي حاجه، المعاناه بزاف. حاشاكم غير الطواليت الا بغيت نمشي ليها، كانت كرفس. ولكن رغم هاد المعاناه كنقول الحمد لله وكنضحك وكننسى. راه ما كنبغيش نشارك المعاناه ديالي بزاف مع المتتبعين ديالي باش ما يملوش مني، حيت الا ولينا كان الا وليت كل نهار ندير المعاناه ديالي في القناه، راه كلشي صافي. النهار اليوم غادي يقولوا لها ودي هادي غير كطلب ولا سعايا. انا كنسعى، ماشي سعايا، كنسعى الحقوق ديالي اللي بغيت. بغيت شي اجره شهريه، الله يكثر خيركم المسؤولين. شوفوا في حالنا حنا بثلاثه د البنات، شكون اللي غادي يصرف علينا؟ الوالده كبرات، الوالد كبر، الوالد داز دابا تقريبا 74 سنه ولا اكثر شحال. اودي لا اله الا الله. ولكن حنا كما قلت لكم تنصبروا وتنقولوا المهم تنصبروا، كنرجعوا داكشي للداخل لقلوبنا، وكنضحكوا مع اي واحد وكنضحكوا مع الناس. وتيقولوا نتوما كتلبسوا الحوايج مزيانين، لبسناهم بالفضل ديال الله وبالفضل ديال المحسنين. المحسنين هما اللي تيلبسونا، وكلونا، داروا لينا شحال من حاجه، شراو لينا بونجات فاش كنعسوا، شراو لينا بزاف ديال الحوايج. ولكن المحسنين كيديروا الصدقه وما تيبغيوش يبانوا. كون تيبغيو يبانوا اي واحد فاش ما فاش مازال المحسنين الحوايج، شراو لينا الماكينه ديال الصابون. ولكن ما تيبغيوش يبانوا، ما تيبغيوش يبانوا. الاغلبيه دابا ديال الناس كيشوفك ضحكه ونشطه وتيقول هادي زعما راه ما خصها والو، راه غير كتفلا، راه غير راه غارقه في الفلوس. هاد الهضره ديال غارقه في الفلوس والله الا سمعتها واحد النهار عند واحد السيد، قال لي ردي بالك بنتي، راه الناس تيقولوا بلي نتوما غارقين بالفلوس. قلت ليه الا غارقين بالفلوس اجي للدار وتشوفنا واش غارقين بالفلوس. الحمد لله لابسين الحوايج المحسنين اللي كيجيونا الحوايج من برا تنلبسوهم، ثاني تجيونا كيجيونا المساعدات، كنشري بهم داكشي اللي بغينا ماكله وشي حوايج. ولكن الناس ما تيشوفوش في هذا الشيء. كون غير تنشاركوا معكم المعاناه اليوميه راه غتبكيو. بعد الخطرات كنبغي نجيب الغراف ما تنكونش واصله، كنهزو بالعصا، اما طاح اما نوصل. كون دابا انا في البيت ولا بيتو نوريها لكم، ندخل نوريكم فين كندوز نهاري كامل. بعد الخطرات ما تنخرج من ديك البيت سيمانه، حتى الطواليت حاشاكم راه بعيده، ها هي جات على برا ما تنمشيش ليها، ما تنمشيش ليها، دايره واحد القز ديرها حاشاكم حاشا وجوهكم وصافي. كنقضي فيها غراضي وكنعطيها لامي ولا بنات خويا يديوها للطواليت حاشاكم. حيت الطواليت بينا وبين الطواليت راه بزاف، ما تنقدرش نمشي ليها. ولكن الناس غير شي كيشوفوك ضحكه تيحقرو تيحقروك غير على الضحكه. والضحكه اش عطاها لينا سيدي ربي؟ الحمد لله. الابتسامه كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم عانى من الفقر للجوع شحال من الحوايج، ولكن ديما ضحك وديما ناشط. والرساله ديالي بغيت توصل لسيدنا، الله ينصر سيدنا، بغيت توصل هاد الرساله وهاد المعاناه اللي تنعانيو. راه ما تنقولهمش، الا جيت نقولهم راه دوش. بعد الخطرات كتجلسي ما تدوشي 15 يوم 22 يوم، ما عندك فين غدوشي، ما عندك الصحه باش تمشي تدوشي واخا كاين البرد. وما كرهناش حتى شي منزل ولا شي حاجه نكونوا قريبين من المستشفى. اودي الا جينا
كنحاولوا زعما ما نبكيو وما نبينوش المعاناه بزاف، حيت كما قلت لكم كاتبي غير كتهضري على معاناه وحده صافي الناس تايعايروك، راه انت كتضحكي وانت وغير اللايف ديال البارح لقيت واحد كيضحك في اللايف، علاش زعما اش درت اش درنا باش تضحك؟ اه وحده قالت لكم بركه، وقالت بركه من المسرحيه، اش من المسرحيه اختي؟ راه كون عاني كون بتي غير ليله وحده في بلاصتي غادي تعرفي المعاناه كيفاش دايرين، غير تعرفي النهار تبغي فيك العطش في الليل وما تقديش نوضي تجيبي الزغيمه ديال الماء وتعرفي واش حنا تنمثلو ولا كنهضروا بالصح، وهاد الدموع اللي تينزلوا راه نزلوا من القلب ماشي زعما غير كنضحك، الحمد لله تنضحكوا تنشطوا مع البنات مع اي واحد وكنضحكوا الابتسامه ديما في وجوهنا الحمد لله، وتنعاود نقولها الحمد لله، ولكن راه المعاناه اللي تنعانيو منه ما حس بنا غير الله وريوسنا، هادشي اللي كاين. كون وريتك اخويا حميد واحد الباليزه عامره غير بالوراق، شحال من الوراق تنصيفطوهم للرباط يقولوا راه وصلوا راه جاوا راه دادات، راه عاودت كلشي البارح في الليل ما عندي ما نعاود لكم على النصب والاحتيال، كون وريتك الصاك ديال الوراق وتعجب اخويا حميد، الوراق كنا تنصيفطوهم ملي كنت غير انا وسعديه ملي كانت العماله في ورزازات، شحال 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 من دوسي صفطناه، وملي كانت عاوتاني في تنغير شحال من دوسي شحال شحال شحال، حتى مشيت حتى هاد العام اللي فات مشيت نيت بيدي حتى عطيت واحد الطلب العامل بيدي، عطيت ليه جوج مرات الطلب، ولكن للاسف الشديد واش ما تيوصلوش الميساجات ديالنا لسيدنا، واش الدواسة ديالنا كيتخباو، واش ما عارفينش في مهم، مشينا للرباط مشينا لورزازات مشينا لتنغير شحال من حاجة مش تنقلبو باش غير يعاونونا والله يعطيو لينا لاكريما باش نعيشو بها، تنشوف دابا الناس بصحيحتهم عندهم لاكريما وعايشين بها، ولكن حنا يا ترى ثلاثة هاد البنات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن عائلة فقيرة، الأب ما خدام الأم ما خداماش وما ولا إله إلا الله، وكي الله ينصر سيدنا تنقولها وتنعاودها، الله ينصر سيدنا كيعطي التعليمات ديالو، ولكن راه سيدنا راه ما تيوصلوناش التعليمات ديالك، راه كنتفرجوا في الأخبار ديالك فاش كتكون داير الخطاب راه عارفين اش كتقول، ولكن رغم داكشي راه ما تيوصلنا والو، وكيقتلني فاش تيقولوا حقوق الإنسان، أودي حقوق الإنسان راه ما وصلناش حنايا، التعليم ما قريناش، السبيطارات ما عندناش، بزاف وبزاف وبزاف وبزاف، أول حاجة اللي هي الولوجيات ما تنلقاوهمش، شحال من خطرة كتبغي تطلعي لشي بلاصة وكطيحي، شحال من خطرة كتبغي تدوزي وكطيحي، وكتنوضي لا إله إلا محمد رسول الله، هادشي اللي غنقول، والله يحن في قلوبكم أخوتي المغاربة. تعاونوا معايا غير بالبارطاج ودعموني في القناه ديالي باش ماشي كل مره نطلب في المحسنين يعاونونا، عاونونا الله يكثر خيركم بالمشاهده باللايك، دعمونا الله يجازيكم بخير، ماشي كل مره نبقاو نطلبوا في المسؤولين ونطلبوا في المحسنين، راه الا شي نهار توفات الوالده ديالنا ولا خلاتنا شكون اللي غادي يولد، شكون اللي غادي يقابلك، شكون اللي غادي يعطيك تشربي، شكون اللي غادي يخرج حاشاكم الوسخ ديالك لبرا الا ما كاينينش مالين الدار، شكون اللي غادي يخرج ليك الوسخ ديالك لبرا، واسمحوا لي على هاد اسمحوا لي
اختي يلا ليه الباب باش نقلعو حنا. سيري اختي الباب سير. إذن أخي المتتبع، هذا نداء المسؤولين، هادي بالله عليكم أن الضمير ديالكم أن شوية تحرك من العيب والعار، أننا نشوفهم تيقول لك من حقنا أننا ولو نستفدو ولو غير بشي جوج بسيط. تيقول لك هاد السيدة بكل جرأة وكتقول لها بكل عفوية، كتقول لك أن صاحب الجلالة فين ما خطبت نفرحو وعرفنا بأن ما تم بين صاحب الجلالة، ولكن أن بالقطاعات الوصية على على باش أنه ينقض هاد الشريحة ربما أصيبت بالخذلان هاد الشريحة اللي الله سبحانه وتعالى بغى يمتحنهم. اخوات اللي ما تيقول لك ما بغينا لا نسعى وما بغينا حتى حاجة، بغينا هاد اليوتيوب اللي ولا تيعرف الميوعة ولا تيعرف الدل والعار والاستغلال ديال الجنس، بغينا اننا نشوفوا فيما هو احسن، نحاولوا نحجوا بيناتنا ونحاولوا نتعاملوا معاهم ونتصلوا بهم. اي تعليق كتقدر انت ديرو وانت جالس تحت الكاشة والله عاطيك صحتك ربما راه تيجرح هادو بزاف. شفت انا البارح اكثر من 500 تعليق كلها مزيانة، ولكن ثلاثة خايبين هما اللي بقاو راسخين في الذهن ديالهم. فالله يهدي ما خلق هذه الحقيقة. يلا اختي غادي نمشيو. إذن أخي المتتبع الكريم، أننا من حق هاد الناس وكنشوفوا ونحن نتواجد بالمغرب العميق، بأعماق المغرب العميق، بنيتات آية في الجمال ونعم التربية ونعم الأخلاق، كان الغاية أن تيطالبوا لحد الساعة تيطالبوا من المسؤولين تيقول لك نحن أبناء ساكنة المغرب العميق، ما حد ما منحية، احنا عايشين بخير وقانعين باش ما عطانا الله، ولكن نهار يدي الله سبحانه وتعالى ماما شكون اللي غادي يقابلنا؟ مش الرزو؟ نعم شنو هي تولي تمشين فضلت ان بغات باش هاد البنيه ان نعيشوا معها وتقربنا للمعاناه ديالها. قلت لك غادي نحاول ندخل ونعرض عليهم ونقول لهم ها فين تنبات اخوتي المغاربه، بغات باش تقول لهم ها فين تنبات مسكينه. اذا بنت مسكينه اللي هي بغات حلنا قلبها وكتقول عافاكم، حاولوا حيد 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 انت هكا منمر الباب، دخلات مسكينة وبغات باش ندخلو كاملنا. هنا ربما هاد البنت مسكينة انت اللي جايس كتكريتيكي فيها، لو لابسة مزيان ربما شوف حتى الفوق اخي المتتبع كي دايرة. اذا حان الوقت باش نديرو يد في يد ونوض ونحجو. اللي بغى يمشي للحج ماشي لا بدا خصو يمشي للسعودية. لاباس راه رجع. شنو بغيت تقولي اختي؟ هاكي شرحي لخوتك ضوي شوف ديك الميكا من الفوق خويا انت خوتي. شحال هادي وانا دايره اليوتيوب ياك، ما عمرني وريتكم هاد البيت بحال كنصور لكم غير جالسه هنايا، وكنصور لكم مثلا حدا بطاجاز لهي، ولكن ما عمرني وريتكم الحقيقه كامله ديال هاد حتى اليوم. علاش وريتكم الحقيقه اليوم؟ حيت الناس يقولوا لي كتضحكي علينا وانت عندك الملايين وخانزه بالفلوس. الى كما كتشوف اخوتي كنعس دابا حدا جوج بوطات، انا حاطه كلشي في الارض على ود باش نوصلو ونتحدى زعما الاعاقه. ها فين كان فين كنجلسو نطيب فيه داكشي اللي قسم الله وريا وراضيه بداكشي اللي قسم عليا الله، ماشي زعما ما راضياش ولا شي حاجه، راضيه بداكشي اللي قسم الله وتنقول الحمد لله وتنزيد نقولها. ولكن بعض التعاليق الصراحه تيجرحونا، بس يقولوا بلي خانزين بالفلوس، الا خانزه بالفلوس ندير مرافقه، اصلا محتاجه المرافقه في كل شيء، في التبديل ديال الحوايج فاش كنبغي نوض، فاش بزاف ديال الحاجات محتاجه فيهم المربيه المرافق، ولكن ما عنديش الاستطاعه باش نديرها، ما عنديش الاستطاعه باش نجيب شي وحده تخدم عندي ونبقى نخلصها، ما عنديش. وكنعيش هنايا، كنجيب لحدايا السطل ديال الماء، فيها السطل ديال الماء، وتنجيب حدايا البريكه والبوطه وكلشي داكشي اللي تنحتاج باش ملي تنكون فايقه مثلا نصلي الفجر ما نفيقش عاوتاني اللي ما بغاش ينوض، ولا ما نفيقش ملي كتنعس على برا هنا في واحد البيت على برا ما تنبغيش نفيقها في ديك الساعه، تنوض وتنوقف وكاين عندي واحد العصا كنشعل به الضو، ولكن دابا ما كاينش في البيت، خرجوه الدراري تان من بعد عاوتاني وغادي غادي نجبدو. المهم الخوت ما تديوهاش في المطاهير ديال لابسه حوايج وكضحك
واخا لابسه حوايج وكنضحك كما كنقول لكم الحمد لله المحسنين لبسونا وكلونا الله يجازيهم بخير والله يفرحهم. هذا الشيء اللي كاين. انا املنا في الله وفي هذه القناه باش نعاونوا بها. املنا في الله وفي هذه القناه وفيكم حتى نتوما المتتبعين باش تطلعونا ان شاء الله. يلا جينا باش غادي تصفطوا معنا. تنتمنوا نجيو نلقاو ان الوضعيه ديالهم تحسنات، تلقاو نرجعوا نلقاو بان كاين اذان صاغيه، تنتمنوا نرجعوا نلقاو الابتسامه زادت على هاد البنيتات، تنتمنوا انني نتصل بهم ونلقاو بان داروا الولوجيات لهاد الطالبه مسكينه اللي قالت لك بغيت غير الولوجيات. اخي المتتبع واخا الكريصه بالبدري ولكن ربما البنيه التحتيه خير شهيد على المعاناه. كان معكم اخوكم حميد العقاوي مباشره من اعماق المغرب العميق. غادي نتصافقوا مع خواتاتنا. تبسط اخويا نور العزيز. اوبلا 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 جدا. صافي خصنا عزيزه سميتها الرابط ديال قناه زينب خرب لها انت. خلي توخي من الامور تسيو تهدد غير يلا مصطفى داكيس ندير معاك. تحسن ما تتيني مصطفى داكيس اي الناس اللي تسمع هاد الصاف وعندنا الرساله النبي شكريتن هاتي. شكرا الصحيمي. شكرا الحميد توسين العقل يقولي هذا عام عام توسين ما جبتيني. شكرا حميد صافي. شكرا حميد ما يتعنيش لاباس. شكون اللي عزيز عليك هنا؟ كلهم ثلاثة. ها ثلاثة انت شراتيني زورت الله يرحم والديتي. هذا سي طفابي عينيت يقدر ربي عينيت نوا ان شاء الله. اللهم امين. هذا غير بسي ربي يستر. اللهم امين. يساني. اللهم امين. هذا غير بسي ربي يستر غير بسي واش ان شاء الله. دعود سي تقول الو ان السي يدور واحد الدري سميتو ابراهيم. ابراهيم دعوا كيس مسكين يرى اليوم بقاو فيه البنات واتصل بيا مسكين. هذا غير بسي ربي يستر. اللهم امين. اللهم امين. هذا سي يقدر ربي يتنوى يونا في عقل ان شاء الله. جاو انت ويقدر ربي يخدونا. اللهم امين. للجميع خدوا. أنني بسلامة. بسلامة. كما قلنا الصلاة والسلام. يلا شكرا. صلاة سلام. جينا يا رسول الله. إلى جا إلى جا سيدنا محمد. الله بعجل عليك. يلا شوف صغيرات. شكرا شوف تي في. شكرا شوف تي في. شكرا خويا حميد العقاوي. بسلامة عليكم. شكرا اللي جاو كاملين. الله يعطيك السلامة. بسلامة. وشكرا على الكاضة على التالي تسنتيز. شكرا على الكاضة. الله يعطيكم ستار. نتمنى ان شاء الله نجي واحد النهار عاوتاني ونشوفكم بخير. صافي خطره خطره سوني عليا. يلا صافي يلا باي باي بسلامة. هاكني عاون ربي. والو غادي نمشي مازال يتابع لا تابعني خصني نمشي خصني نمشي لورزازات دابا. تما لا حميد تيستنانا السيد الله يعطيك. شكون تيشربها تيشربي كيسي انت؟ انت؟ إذا خوتي عافاكم تفاعلوا معهم مساكن تفاعلوا معهم ناشطة ضحكات ولكن لداخل القربة عامر عندهم مساكن. خلي بسلامة. راه جابته مسكين شد كبي غير شوي كبي غير شوي مسكينة حشومة راه كبلها كبي غير شوي. إناس إناس ما يريخ هذا سيخي الزمان هذا سيخي الزمان هذا سيخي الزمان هذا سيخي الزمان وانتي هذا سيخي الزمان. يلا كبا سيدي سي حميد عاود كبا داتاي. اذا اجواء رائعه غير الله يدير المحنه في قلوب المسؤولين ويلتفتوا لهذه الحاله الانسانيه الغريبه. يلا كل واحد يكسب لهم تعليق. اكمل يحفظ ربي ياك تكم طول عمرك ان شاء الله.
هاك شد شكون اللي غايشد شد نتا بعد هاك خوتي العزاز تبارك الله عليكم مسؤولين الله يرضي عليكم واحد شويه ديال الضمير تاتوما عندكم ولادكم وربما اللي بغى يهش فيكم الهش كان معكم خوكم حميد العقاوي من اعماق المغرب العميق على بعد كيلومتر جوج كيلومتر من الدار ديال محمد مول الخبزه حيت فاش نشوف هنا الاعراف ماشي انا غير محمد بوحدو شتي الدوار كامل والساكنه كلها فيها هذيك السخاوه كلها هنايا ما يمكنش تدخل شي زنقه قبل ما تيقول لك السلام عليكم تيقول لك والله تدخل تشرب اتاي ناس بسطاء قلبهم كبير شوفوا واش غتقول لنا حنا شنو هذيك ضروري عندنا حنا الناس ديال المنطقه كرامة اي واحد جا كنستقبليه حتى تجي يقول تدخل ضروري الا ما شربتيش اتاي معنا راه الا ما جيتيش حيت ما جيتيش لا بدا لا بدا ولد هاد السيده غير بازار ساكن هنايا وحنا جايين تالفين ومسكين من السطح ربما شفتوه في لقطات الاولى في الفيديو هو تيقول لك ما تيقول السلام عليكم عافاك تدخلوا تشربوا اتاي ناس كرماء هاتي مول سيدنا هات مول سيدنا حتى تجهد معايا هاك السطح هاتي عبد العزيز سبحان الله العظيم كنت ساكت تقول خويا عبد العزيز وصدق عبد العزيز هذاك ديال خويا خويا قدر ارغب في ما يجاوب حتى واش يتفقى واش تفقد منايا شنو قال الحمد لله الحمد لله وغاش تعاوننا الناس ما عيش غاش تعاوننا يلا اخام والله ما سقيت منه والله ما سقيت منه يلا السلام عليكم الله يعاونكم يلا السلام عليكم يلا خويا العزيز ها واحد جون ديال الخفاء ديالهم ولد الدوار تبارك الله عليه ديما معاهم برافو عليه تا هو دعيو معاه برافو تيعاون الجرا ما فيه المشاكل حسن ظريف حسن فين ساكن حسن غينا يا برافو برافو على السي حسن تبارك الله على خويا العزيز الله يعاونكم ما سخيناش بكم تحيه لكل المتتبعين تبارك الله عليكم حتى انتم مازال تابعنا الطريق ان شاء الله في اتجاه ورزازات تابعونا اليوم ان شاء الله مباشره من ورزازات اختي يلا الله يعاونكم يلا بسلامة ما سخيناش فيكم بسلامة هاك نعاون ربي الله يعاونكم يلا اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين في الحقيقة ما سخيناش بهم اخي المتتبع الكريم هنا غادي نخليهم مور الجبال تنتمنى من اي واحد اخي المتتبع البارطاج والدعم ديالو ارجع رجع ليها باي باي لا اله الا الله وهكذا يودعوننا تبارك الله عليكم تا
التحيه بغيت كلشي بارطاجي وكلشي يدعمهم واتصلوا بهم، راه التليفون تما وداك التعاليق ديال الجريح بلاش. الله يعطيكم الصحه راكم سمعتوا غير شي ثلاثه ديال التعاليق كيأثروا فيهم بزاف. مساءً وداعا الى اللقاء. اذا هنا عايشين هاد الناس مساكن، وهنا عايش محمد بن الخبزه. ما عليكم الا البارطاج. تحيه لكم، تحيه اخوكم حميد العقاوي. لقاو ابراهيم شاعل طالع للدم وحميد تيضحك عليه. شكرا سي حميد رفقاء قناه شوف تي في طيله هاد الايام. شكرا له الف تحيه لخويا حميد من خيارات الناس ديال البلاد، ان رغم تواجد مجموعه الصحفيين ولكن كان استقبال لكل الاخوه هنايا. فتحيه افتخر بك خويا حميد، الله يحفظك. مرحبا بالاخوان اللي جا، مرحبا بك. اللي جا مرحبا، اللي جا مرحبا بك مسمريه. يجي تبارك الله على خويا. اذا تحيه اخوكم حميد العقاوي، وداعا والى حلقه مقبله ان شاء الله.